الرابعة فرقة العيوب. العيوب. إذا وجد أحدهما بالآخر عيبا يجهله فله الفسخ. يعني بعد ما عقد الزواج رأى الزوج في زوجته عيبا لم يخبر به، أو هي رأت به عيبا كالبرص أو الجذام أو الجرب، أو وجد عيبا في جسدها أو في رائحتها، أو هي وجدت في رائحته شيء من الأشياء هذه، فهذا كان الأولى والواجب الإخبار أن يصدق كل منهما. لكن إذا أخفى أحدهم العيب فاكتشف الآخر هذا العيب له المطالبة بفسخ العقد. نعم. فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر، سواء كان منه أو منها. نعم، ما دفع مهر ولا شيء، ما دخل اكتشفه شيء أو اكتشفت هي أو اكتشف هو، فسخ العقد ما له شيء. نعم. وإن كان بعد الدخول فقد تقرر الصداق، إذا دخل عليه تقرر الصداق حتى لو كان العيب فيها هي. نعم. تقرر الصداق بالدخول كما يتقرر بالموت. بالموت. فإن كان العيب به فلا شيء له، وإن كان بها رجع بالمهر على من غره بها. على من غره، يعني قد تكون الزوجة ما قالت شيء، هذه المرأة التي خطبتها وهذا هو الذي دلس عليه، هو الذي أخفى عليه، وقد يكون خدعه بالكذب، يقول لا يعني المرأة لم يسبق لها الزواج وهي مطلقة أو هي أرملة، أو قال عمرها كذا وكذا وجد عمرها أضعاف ما أخبر، هي ما تكلمت، قال عمرها 20 سنة يوم أتى ولا عمرها 50، ها من يدفع؟ الذي غره، واضح؟ من ولي، من ولي وزوجة، وإن كان بها رجع بالمهر على من غره بها. إيه، من ولي، من ولي وزوجة عاقلة أو أجنبي غره بها والله أعلم. نعم، كمل. قال الخامسة، خامسة من إيش؟ من أنواع الفراق. نعم. إذا وجدت زوجها عنينيا، عنينيا، نعم، وثبتت عنته ببينة أو إقرار ولم ييأس من الوطئ أجل سنة هلالية لتمر به الفصول الأربعة، فإذا مرت ولم يطأ فلها الفسخ، وهذا من خيار العيب، لكن أفردوه بالذكر لاختصاصه بهذا الحكم. إذا وجدته عنينا، عنينيا أو عنينا، هو العاجز عن المعاشرة الزوجية، إما لمرض عارض أو مستديم أو عيب من العيوب، فهذا يمهل سنة هلالية كاملة، يمكن يستطيع مع الوقت مع العلاج، يمكن حالة نفسية فيه، إذا استمر بعد سنة كاملة وهو حد لا يستطيع أن يعاشر، فهذا من حقه أن تطلب ماذا؟ خيار العيب، يكون هذا معيب فتطلب الفسخ. نعم.